في انتظار القادم من مباراة لخويا والتيس. نيني يطرد من ورقة الحمراء، وهي الورقة الحمراء الثانية في هذه المباراة. نيني أوه. يا جماعة لا 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 يا جماعة يا الله يا الله يا الله لا 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 ما نشاهد الآن أمر مرفوض للغاية. ما نشاهد الآن يصدر من نجوم كبار في قيمتهم الفنية، لكن لا يبدو الآن بأن الأمور تبدو جيدة. ما الذي حدث مع آخر دقيقة للمباراة؟ إيش اللي قاعد يصير؟ لماذا كل هذا يحدث؟ العتب وكل العتب أن ما يصدر الآن هم من نجوم مثل حسين خرجة. نيني سلامات سلامات. واحدة من الأمور التي لا نرغب في مشاهدتها في ملاعب كرة القدم تحدث. كرة قدم كرة قدم ما أشاهد ليس له علاقة. أوه. لا هذه مش كرة قدم، هذه ليست بكرة قدم. فجأة تحول العشم الأخضر إلى حلبة، إلى حلبة مصارعة للأسف الشديد. ورقة حمراء أيضا تمنح، وحسين خرجة أيضا يطرد، وبعد ذلك فهد جابر يطلق الصافرة ليصل العربي للمباراة النهائية. ويفتقد لخدمات اثنين من اللاعبين، حسين خرجة وكيتا، والعربي أيضا أو الغرافة تلقى عملية الطرد. فهد الشمري فعلا أنت واحدا من العقلاء في هذه المواقف. ها هو يقوم بتهدية عبد العزيز حاتم بأجواء أخوية معتادة بالتأكيد، وأجواء أخوية لطالما تعودنا عليها. ما حدث وما قد حدث في أرضية الملعب يجب أن يكون للنسيان، وبالتأكيد من أساء فله العقاب. كنت معكم اصطحبتكم ورافقكم في مباريات قادمة. حتى ذلك الحين أترك الكلمة للزملاء في الاستديو نايف العنزي، كما أيضا للحديث للزميل زامل العتيبي في أرضية الملعب. إلى اللقاء. Oh,